ينضم إلينا هاتفيا الدكتور ماجد عبد العظيم أستاذ الاقتصاد. دكتور ماجد، بعد التحية، حدث اقتصادي كبير ومهم بتشريف سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي وبمشاركة واسعة، نتحدث عن يعني أكثر من 3000 مشارك. كيف تقرأ دلالة وأهمية انعقاد الاجتماعات السنوية بالقاهرة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، أحيي حضرتك والسادة المشاهدين الكرام. بدءا ببدء، بدون شك ان هذا الحدث الاقتصادي الضخم اللي بيحدث يدل على مدى أهمية التكامل الاقتصادي ما بين دول القارة الإفريقية، وخاصة زي ما حضرتك تفضلت وأشرت إلى ما يحدث على مستوى العالم اقتصاديا وأيضا سياسيا. وبالتالي لابد لقارة أفريقيا الغنية بمواردها الطبيعية والبشرية أن تستفيد من التعاون ما بين دول القارة، والمزايا النسبية الموجودة في كل دولة من دول القارة الإفريقية تؤدي أيضا إلى الاكتفاء الذاتي، بل تؤدي أيضا إلى مزيد من الصادرات، وبالتالي زيادة الموارد من العملة الأجنبية لكل دول القارة الإفريقية، وبالتالي تحسن الميزان التجاري، تحسن أيضا مؤشرات التنمية الاقتصادية ومعدلات النمو. وبالتالي هذا الحدث الذي يعني يدل على هذه الأهمية الكبرى، وبتشريف فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأيضا إعطاء أولوية وأهمية كبرى للاتفاقات التي يمكن أن تتم والتبادل التجاري، أيضا ما يتم من كما يقال ورش عمل، أيضا الاستفادة من ما لدى كل دولة من الدول الإفريقية لتفيد بها الدول الأخرى وتستفيد، فالمنافع هنا متبادلة. أيضا انعكاس هذا المؤتمر على زيادة أواصر التعاون والترابط الاقتصادي ما بين دول القارة الإفريقية يؤدي إلى تحسن مستوى المعيشة في كل دول القارة، أيضا يؤدي إلى زيادة موارد هذه الدول، يؤدي أيضا إلى الاستفادة من الطاقات البشرية، الاستفادة من المواد الخام. كما ذكرت أن القارة الإفريقية قارة غنية جدا جدا، وأيضا تنوع الموارد بها، وايضا ما يتعلق في هذه النقطه تحديدا. دكتور ماجد، يعني اسف المقاطعه، يعني القاره غنيه بالثروات، بالموارد الطبيعيه وايضا بالموارد البشريه، مما يؤهلها لكي يعني تتبوأ مكانه كبرى ما بين اقتصادات العالم. كيف يمكن لهذه المؤسسه البنك الافريقي للتصدير والاستيراد ان تعظم من هذه الموارد، ان تنسق ما بين الدول الافريقيه في التكامل ما بين هذه الموارد الطبيعيه والبشريه؟ لا شك أن دور البنك دور مهم جدا في التنسيق ما بين دول القارة، أيضا تعظيم الفائدة والاستفادة لكل دولة مما لديها من مزايا، وأيضا مما لدى الدول الأخرى من مزايا يمكن أن تفيد هذه الدول الأخرى. عملية التنسيق ما بين دول القارة الإفريقية حقيقة تحتاج إلى جهود كبيرة، ونرى أن مصر يعني تتبنى ريادة هذا الموقف، وأيضا فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بنفسه يشرف على هذا. لماذا؟ لأن مزيد من التقدم لدول القارة الإفريقية يعني مزيد من القوة، وأيضا مزيد من الترابط ما بين هذه الدول، مزيد من كفاءة استخدام الموارد، أو ما يسمى بحسن استخدام الموارد، يؤدي أيضا إلى تحسن كبير جدا في اقتصاديات الدول. والقارة الإفريقية كما ذكرنا يعني قارة غنية بمواردها الطبيعية والبشرية، وبالتالي تنسيق الجهود والاستفادة، وضع خطة لتعظيم الاستفادة من موارد هذه الدول والتعاون فيما بينها، يؤدي إلى مزيد أيضا من التعاون، وأيضا مزيد من النتائج الإيجابية التي تعود بمردود إيجابي على اقتصاديات هذه الدول. صحيح. دكتور ماجد عبد العظيم أستاذ الاقتصاد، شكرا جزيلا لك.